أعزائي المشاهدين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل وأرق تحية، وأقدم لكم اليوم الخميس 19 آذار حلقة جديدة من برنامج هموم الناس من على شاشة سامراء الفضائية. في بداية الحلقة نقدم باسمنا وباسم قناة سامراء الفضائية التعازي إلى عائلة الشهيد طلعت داود، ولا نقول إلا ما يرضى الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزائي المشاهدين، هذا البرنامج دائما معكم من خلال شاشة سامراء، نخرج ميدانيا دائما لنتعايش مع العوائل النازحة، وإحنا دعائنا إلى الباري عز وجل أن يتغمد شهدائنا وأحبائنا فسيح الجنان، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن ترجع العوائل النازحة بسلام إلى أهلها وإلى أماكنها وإلى أراضيها. والآن خروجنا لكل مكان، يعني فقط الناس دعائها إلى أن ترجع إلى أماكنها بعد هذا الفراق وبعد هذا التعب، 9 أشهر من التعب ومن الضيم والفقر والحيف. فإن شاء الله ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يرجعون سالمين غانمين. أعزائي المشاهدين، الحقيقة اليوم عندنا عدة مواضيع، ومن ضمنها يعني موضوع اللي شاغل الناس والنازحين هو موضوع منحة المليون، اللي أصبحت يعني هذه المنحة عبء على المواطن اللي هو أيضا مستحقها. يعني في الحلقة الماضية احنا جتنا معلومات انه اكو ناس يعني في دائرة الهجرة او هم المختصين على المليون دي ياخذون مبالغ حتى ينطون فلوس. احنا رحنا بنفسنا وعاهدنا مواطننا، قلنا لهم راح نروح بنفسنا نحقق من هذا الموضوع. يعني زرنا المكان اللي هي قاعة روناكي وشفنا الموضوع بسلاسة ودا ينطون هذه المليون. يعني ما شفنا شيء، واحنا سألناهم هل هناك اكو يعني استقطاع مبالغ او اي شخص. يعني احنا الفساد هذا لازم ان يجب ان يكون مقضي عليه اليوم قبل غد. يعني ذكر المدير قال والله احنا نتمنى انه يعني يشوفون يعني احد يصور هذا الموضوع، احد يتراشى هذا الموضوع، الرشوه نشوفها وين باي مكان. جزاكم الله الف خير. يعني اليوم سمعنا انه احد الاشخاص قال لي والله من عندي اخذوا 250. يا اخوان يعني بعد وين نروح احنا؟ يعني هذا اللي يصير بينا احنا، كل هذا اللي يصير بينا نتيجة اعمالنا يا اخوان، والله نتيجة اعمالنا الموزينة. فيا اخوان ديروا بالكم على هالناس، على هالنازحين، على هالمساكين. وايضا راح نتكلم اعزائي المشاهدين عن بعض الرسائل اللي وصلت من الاخوة الطلبة، من الاخوة اللي يسألون ايضا عن البطاقة الذكية اللي راح تصير عن 450 اللي هي بدل اجار، وايضا الكربون اللي هي 30,000 المواد الغذائية. ابقوا ويانا على مدى ساعة تلفزيونية إن شاء الله، وبرنامج هموم الناس من على شاشة سامراء الفضائي. عذرا النازحين تجوعون مرة وتعرون حينا، البرد يقصف أكبادكم وبالخيام صرتم نائحين، غرقت نحوركم بدمع مآقيكم وكنتم على الناس جودا سائحين، تقلبون أطفالكم ترمقون حياتهم والخانعون يقهقهون مازحين. عذرا النازحين، لا تنظروا ساسة الدين والدنيا، فقد ضلوا وغدوا جانحين، وارمقوا السماء بابتهال فالله ينصركم ليخزي المارقين. عذرا النازحين، نزحتم من دياركم بعد عز مكرهين، وخرجتم بلا مأوى ولا زاد منهكين. عذرا النازحين، أنتم أبطال ملحمة يخط حروفها صغاركم ونساؤكم وشيوخكم شامخين. عذرا النازحين، هيبة الدنيا بعد رحيلكم زالت، وغدا الرضا في رضاكم رهينا، كبلوكم
جوعوكم هجروكم، لم يستفق عالم الخداع فاستباحوا بظلم عرينا عذر النازحين. فكر انت عن وين اروح بيهم؟ جوين يسجلون 250 يوم بدل ما يسجلونه، يقول لي انتم زناقين اهل الخير، ربعه منزب جابوا لها الثلاجه والمجمده وهاي التلفزيون من عموم جاب الولد كما قبل ما يتمون يستعجلون، والله تحطكم تلفزيون وثلاجه وشعالقين طابق الفلاح، والله حتى النفط من العالم. كيف تنامون ليلكم؟ كيف تأكلون طعامكم؟ هل تلبسون الثوب آمنين عذر النازحين؟ هل اصطحبتم بطاقاتكم عناوينكم دفاتركم ذاكرين عذر النازحين؟ لكم في الدار ذكرى ورسمة في جدار الدرس تناديكم لعلكم راجعين عذر النازحين. ستنجلي الهموم والكروب وتفرح الأرض بعودكم آمنين، ويعود الصاغرون لكم بالبكاء نادمين عذر النازحين عذر النازحين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. الحقيقة قبل أن نأخذ تقرير منحة المليون، الحقيقة نقرأ بعض رسائل إجتنا على الموبايل. السلام عليكم أستاذ وليد، برنامجكم هموم الناس تحية إليك وإلى البرنامج وإلى قناة سامراء الفضائية. نرجو من حضرتكم عرض مشكلتنا في برنامجكم على قناة سامراء لكي يصل صوتنا إلى المسؤولين. نحن طلاب المعهد التقني في قضاء الدور والنازحين حاليا في محافظة كركوك، لم نباشر بالدوام الرسمي لغاية هذه اللحظة. كما تعلم حضرتكم أن كل المعاهد والكليات قد باشروا منذ تقريبا 4 أو 5 أشهر إلا معهد الدور التقني، ولا نعلم ما هو السبب. كل أسبوع يكون هناك تبليغ عن الدوام ولا يوجد أي دوام، وأسبوع يتبع أسبوع، يعني شارفت السنة على الانتهاء. ويعني نتمنى أنه من السيد عميد المعهد، اللي يقولون دائما أنه السيد العميد موجود في العراق وناس تقول موجود في تركيا ولا نعلم صحة ذلك القول، نرجو عرض مشكلتنا على من يهم الأمر. إذن هذه رسالة من أحد الطلبة من الأخوان المعهد التقني يعرض مشكلته على قناة سامراء الفضائية وبرنامج هموم الناس. هم طلبة وراح تروح عليهم سنة، يتمنى عرض هذه المشكلة على طاولة المسؤول أو من يهم الأمر. أيضا رسالة من زميلنا مصطفى الدوري أبو عمر، تحية له ونقول له شكرا جزيلا على ضيافتك إن يوم أمس، ويناشد الشيخ مالك أيضا وحضرت الحكومة المركزية أنه هناك مجموعة من الشباب والشيوخ والعوائل تم اعتقالهم بعد تحرير الدور ولحد الآن ما يعلمون مصيرهم. نتمنى إن شاء الله من خلال قناتنا أنه هذه المناشدة توصل إلى الحكومة المركزية ويفرحونا بجيتهم. أعزائي المشاهدين، قبل أن نشوف التقرير، إحنا نلاحظ شيء واحد. كل يعني أنا يمكن ذكرت بالحلقة الماضية أنه كل مشكلة نحاول نتبعها ميدانياً ليس فقط في الكلام. نطول عليكم ناخذ اتصالاتكم نفهم الموضوع. راح ناخذ لقطات من الزيارة إلى قاعة روناكي ونشوف سياق العمل اللي ينطون بمبلغ المليون، وأني أتمنى يشاهدنا كل الأخوان من شاشة سامراء الفضائية، واللي عنده مشكلة احنا هواتفنا حاضرة وأيضا الخاصة حاضرة حتى نجاوبهم. منحة المليون الآن تتوزع للأخوة اللي ما استلموا، ونتمنى أن يتابعون هذا الموضوع حتى كل شخص ياخذ حقوقه بكل سلاسة. إذن خلينا نشوف وياكم هذا التقرير في قاعة روناكي. أعزائي المشاهدين، الحقيقة يعني هذه إن شاء الله بشرة خير لكل مواطنينا في أربيل والإقليم وخارج الإقليم. يعني إحنا كنا على مدى الحلقات ببرنامج هموم الناس نتكلم، وكان لنا لقاء مع أستاذ عمر،
على موضوع المليون ومنحة المليون، وإحنا إن شاء الله بقاعة روناكي حتى نشوف سياق العمل والمواطن شلون بسلاسة يستلم هذا المبلغ وهو هذا حقه. الحقيقة بالبداية نلتقي بالأستاذ علي عبد الغفار مدير أو مسؤول القاعة في روناكي. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ، حياك الله. أستاذ علي، أريد يعني تنور مشاهدنا كيفية سياق العمل الآن بالنسبة لتسليم المبالغ أو منحة المليون للمواطن. نعم، حاليا أستاذ احنا الحمد لله والشكر يعني جتني فلوس، جامعة مالية الفلوس احنا، فحاليا يومية نطبع 500 اسم وتسأل لهم مسائل، ال 500 حتى اوقات بالليل يعني متأخرة يبقى الكادر المتخصص بالكول سنتر يرسل رسائل وتبليغ المواطنين، ويبلغ المواطنين انه يجون قاعة هناك معهم مستمسكاتهم الأصلية ومصورة زين كجنسية وبطاقة السكن الدخولية إذا كان موجود أحسن، جماعة الإخوان المسيح المتيت كنيسة يجونا هيك شيء، لأنه عندنا هواية مشاكل تصير إنه هو انتقل غير محافظة وسجل غير محافظة حتى نثبت إنه تأييده هو يكون هو هنا داخل الإقليم وداخل محافظة أربيل ونسلمه. أستاذ علي، يعني أسف المقاطعة، كثيرا الآن من الكلام أنه يتحدثون عن موضوع الأسماء ويعني أكو مثلا مساعدات، أكو واحد يأخذ فلوس حتى نقضي على هاي الأبواق. إحنا جينا للقاء حتى أنا أتمنى يعني يكون من المواطن اللي يأخذ الشخص يأخذ عنده فلوس يعني حتى لو يصور تسجيل تليفون أي شيء بيه حتى يوقع بيه، نتمنى هذا الشيء، لأن هذا الشيء يأثر على سمعتنا ويضيع شغلنا كله راح. يعني انت موظف تارك بيته وتارك اهله وتارك عائلته وتارك كذا وجاي هنا يشتغل، والاغلبيه هم نازحين حالهم من حال الباقين صح لو غلط، واتمنى انه يكون من مواطن يرشدنا على هالشخص، مو ادعاءات باطله وتخلي المقابل يعني على الكل يروح شغلي انا وشغل غيري ببلاش. فاتمنى المواطن انه يساعد ويتعاون ويا وزاره الهجره ويا اللجنه العليا بهذا الشان. أستاذ علي، الآن إذا مثلاً 9000 أو 8000 اسم إلا تعلموه برسالة حتى المواطن يعرف. نعم. زين هسه هي أسماء موجودة معروضة عندكم، أسماء لو مو معروضة شلون يعرف الشخص؟ أكيد أكيد، إحنا قلت لك أن قاعة هي قاعة أوسكار. نعم. إذا كان عنده إشكال أو ما وصلت الرسالة يقدر يروح يراجع القاعة، إذا كان عنده إشكال نقص بالمعلومات عنده بالتسجيل بالأوراق وكذا فيحدثون بياناته يرسلوا إلى بغداد، هناك بغداد تاخذ له يوم أو يومين أو احتمال 5 أيام حسب الوجبة الموجودة، يقاطعوه البيانات الموجودة الكلية ويرسل متلخة للإقليم. إذن على رسالة الموبايل. نعم، على رسالة الموبايل. تجينا حالات مرات مثلا شخص ويا كل 1000 2000 احتمال يعني بالإدخال غلطان بالرقم مالته، أو يكون مثلا هو قافل تليفونه كان عنده يعني رقم سابق وقفل تليفونه، فهذا الشيء نساعده يعني واحد من الناس أو حتى الموجودين الموظفين ما يعني حتى ياخذون تليفوناتهم ويعطوهم ويقول له راجعني أو خابرني بأي مكان حتى. أستاذ علي، يعني شو تحب توجه كلمة من خلال برنامجنا وفضائية سامرة؟ والله أتمنى أقول للمواطنين يعني صبركم شوية، ولو هو صبر ما يفيدهم يعني أنا يعني حقيقة يعني إحنا نشوف الألم هم كل مهنة، فأتمنى يعني يكونوا متساهلين ويانا ويقدر موقف الموظف قبل كل شيء. وإن شاء الله هم يستلمون كلهم. إن شاء الله، أكيد أكيد هالشيء، وأنا أتمنى هالشيء إنه الكل يستلم. الآخر شخص. وحياكم الله. إحنا نشكر جهودكم أستاذ علي، نتمنى لكم الموفقين. حياك الله يا أستاذ. والله سلسة وناجحة جدا وماكو أي. أسماءكم وين طلعت؟ قدمناها بقاعة أوسكار، وإجتنا رسالة اليوم وإجينا قاعة روناك والعملية سلسة وناجحة جدا. ناش دي يقولوا لكم عادي المستمسكات الأصلية؟ أي المستمسكات الأصلية ويعني والثبوتية وليس. يعني حضرتك أنت ما استلمت المنحة؟ أبد، قدمت بالأنبار وما طلع اسمي، قدمت هنا بقاعة أوسكار واليوم جتنا رسالة وراجعنا القاعة. إن شاء الله الموفق. اللي يسلمك أستاذ، بارك الله، الله يعزك. والله أي مشكلة ماكو إن شاء الله، هو حسب القوانين، قانون يقول لك بأوسكار، قانون يقول لك بروناك، ندق الاسم هناك موجود، حاليا نجي هنا ما موجود. وهو هسه احنا من اللي افتهمنا من المدير أنه الأسماء الطالعة اللي يشيرهم حتى يوزعوا. أكيد. إذا 9000 مو معقولة وجبة واحدة. أكيد مو وجبة واحدة، بس إذا بس اسمك طالع. إذا من شهر 11 لليوم ما طالع فلازم أكفد مشكلة، يا أما بودرة يا أما كذا تأجيل مجرد تأجيل، موجود مو هنا. موجود بقاعة أوسكار بس أنا مو موجود. الله يحفظك حبيب أستاذ. أستاذ العزيز، يعني الإشكالية شفناها ويا المواطن يعني يتساءلون من خلال قناتنا وشنو الإشكالية؟ هسه الأسماء موجودة كلها بأوسكار. العفو أستاذ، كانت قبل تجينا 5000، إجت قبل فترة 5000 صاروا متراكمة، خلصت الفلوس تعرف أنت،
جت فلوس بهاي الفترة فما يقدرون يطلعون 5000 اسم يعني مرة واحدة. فال5000 قسموها على وجبات يومية، دي يضخون 300 اسم تقريبا، 400 إلى 500 بعض المرات يوصلوها. فدي يجي المواطن يقول أنا قبل شهر مو طلع اسمي وجيت دستلم، فنقول له يا بال5000 قسموها وجبات، ربما باشر وربما بعد باشر، هذا الإشكال. تصير ماكو زخم عليكم، تصير دفع. ما تقدر تسلم 5000 باليوم، ما يقدر يسلم 5000 باليوم. يعني هسه نظل من الصبح للخمسة نسلم 400 500 يعني واحد، إيه فما نقدر نسلم 5000 يومية، 500 تقريبا 400. فدا يقول لي أنا مو طلع اسمي قبل شهره، لأن هو دا يروح يلقي اسمه بس هو بعد ما جاي هنا بالنسبة للمبلغ. بالضبط، يقول لي أنا مو اسمي موجود بغير قاعة بأوسكار، قالوا لي روح استلم. هم ذولاك الناس صح جاي اسمه من بغداد بس على شكل بودرات يومية 500، فيجوز باشر يطلع اسمه أو بعد باشر. وعادي بعد بجوز باشر تجي رسالة، احنا الآلية دي يدزون رسائل ويعلقون القوائم على الباب وينزلوها بحاسبة، فيقدر يتأكد من ثلاث مكانات، يريد ينتظر رسالة، يريد يشيك على الباب، ويريد يجي على الحاسبة بنشيك لها، ما عندنا إشكال. إن شاء الله الأمور يعني ما بيها صعوبة، إن شاء الله سهل. كله بيسر والله هو حتما متضجر لأن تعرفه ونازح متبهدل، يعني حتى فجاي نراعي بالكلام وبالتعامل الطيب قدر ما نستطيع. وإن شاء الله يا ربي موفقية. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. شنو الفايل هسه شو تحكي لي عليه؟ مستمسكاته؟ يعني يريدوها من جديد؟ لا عند الاستلام، يعني يريدون فايل ثاني نفس الفايل اللي قدمته أول مرة، هذا يعني حتى في سبيل يمكن التثبيت لمرة ثانية أو ما أعرف يعني. يعني بس يقولوا لك سوي مرة ثانية الفايل نفسه يتقدمه مرة ثانية، وهذا هو. اسمك ما طالع نهائيا، كان انت ما استلمت قصدي؟ لا لا هسه دزولي رساله، هسه سلمت. اي نعم استاذ، شكرا. الله يسعدك استاذي. استاذي احنا مقدمين من اول يوم رمضان، رمضان فطر المبارك. ايه قدمنا احنا ثلاثه، انا واخويا ووالدي. ايه انا واخويا استلمنا، والدي لحد الان ما استلم. اخر شيء رحنا دقيناها بالحاسبه، قالوا بالنسبه لهذا الاسم له رقمين كود. من ذاك الوقت أخذوا عنوانه كامل يعني، وأخذوا المستمسكات مصورة كلها أخذوها على أساس يردون خبر، وهسه كل الأسماء قاعد تطلع ولحد الآن اسمه ما موجود. رحتوا الأوسكار شفتوه؟ أوسكار أول مرة رحنا عليه، إحنا الثلاثة طلع اسمنا بأوسكار. إيه فأجينا أنا وأخويا طلع اسمنا بالحاسبة الثانية، هو ما طلع اسمه، فدقوا اسمه وقالوا له رقمين كود، فقالوا هذا رحتوا على دائرة الهجرة؟ ما رحنا. هناك ينطوكم كتاب دارة الهجرة وين صاير بالضبط؟ صاير قريب الفاميلي، ينطوكم كتاب حتى تروحون للقاعة أوسكار يسوي بالحاسب. زين والدي هسه هو مسافر بس منطيني توكيل، منطيني توكيل بالمحكمة. ما طول نطاق توكيل عادي بس منطيني توكيل يعني أروح دارة المهجرة. أعزائي المشاهدين أنا ممنون، أعزائي المشاهدين حقيقة من هذه القاعة، من هذه القاعة خلينا نشوف الحجيه قبل ان تفضل الحجيه. أمي استلمتي؟ لا والله من رمضان لليوم وليدي ورايحه جايه السيان نجم عبد حسون. بس شغله واحده حجيه، احنا جينا ودنا نحكي ببرامجنا، اكو قاعه اوسكار. اي اوسكار رحتي هناك؟ اي رحت هناك. الاسم موجود؟ الاسم موجود وانطوني اسمه طلعوا لي. هسه احنا من افتهمنا من القاعه الاسماء مثلا طالعه 5000 اسم او اخو استلم اخو بس اخدمك مثلا طالعه 5000 او 9000 اسم. هذه الاسماء مو كلها راح تجي وجبه واحده، قسموها كل وجبه 500، يجوز باكر تطلع يجوز عقب باكر تطلع. بعد عيونهم وقالوا لي تطلع قبل شهر، هي قبل شهر. هي طالع الاسم بس الا يدزون رساله على الموبايل يقولون لك تعالي استلمي. الله اخي استلم، هو ما استلم. اي صح هو حتى شوف هسه سوالي وكاله وراح ويا خلفه بسليماني. اي سوالك الك وكاله. اي خطيه لان جزعنا من الراحات والجيات. هو ناطي ناطي موبايلك لو موبايله؟ لا موبايله موبايل اخويا هذا على الكل. اي بال بال بالاسماء. هذا الموبايل، شوف في حجية بعد اي حتى نفهم المواطن هذا موبايله. راح يسوون راح يتصلون على هذا الموبايل يقولوا له تعال باكر استلم، تجين عاد انت تستلمين. الله كريم يا وليد، والله جزعت وانا هم خالتك مريضه. ها ان شاء الله والله خادم ربك يا وليد، الله يرضى عليك واشكرك. بس والله العالم هاي كل من يجي يعني وراء قدام استلم، يعني تصور ذيك الساعه واحد اجى بالمحل انا واقفه داعشته وشاف له واحد عرف، كان يقول له والله انا انطيت 200 الف من المليون وجابوا لي اللي عندي. قلت له لا عاد روح اخذ 200 الف من مالاتي. احنا ليش جينا نتاكد من هذا الموضوع حجيه؟
هذا نتاكد من هذا الموضوع موضوع ال والله جزعت وانا خالتك مريضه والله هو خطيئم صاحب عائله ويا خلفه بسليمانيه طاني وكاله وقلت له يابا بعد اجزنا تاكسيات روحه خمسه جيه خمسه روحه خمسه جيه اذا اعزائي المشاهدين الحقيقه اريد يعني نوضح في الشيء مهم من خلال شاشه السامراء هنا مثل ما وضحوا الاخوان مثلا تطلع اسماء في روناكي يتاكد الشخص يعني انا اجي اتاكد من اسمي موجود في قاعه اوسكار هذه 9000 او 8000 اسم هي ما راح تجي دفعه واحده الى هذه القاعه يعني للاستلام لانه الجماعه ما يقدرون تدقيق و يعني مره ثانيه الجناسي فيدفعون 500 او 400 اسم كل وجبه الى ان تجي رساله بالموبايل الخاص اللي نطاب الفايل حتى يجي يستلم هذا المبلغ مثل ما تشوفون امامكم العمليه سلسه سيف لو تصور لي الاستلام موجود وماكو اشكالات اذا نفهم مواطننا من خلال شاشتنا انه الاستلام موجود ومثل ما نشوف الان نلاحظ يعني الاخوان يفهمون حتى طرق التسليم والاستلام والوكاله موجوده يعني خاف مثلا شخص هسه الحجيه عندها وكاله والاشخاص هنا ايضا موجوده الوكاله يعني حتى الواحد يطمن اذا مثلا اي شخص يريد يوكل اخوه ابن عمه والده والدته فالمساله طبيعيه هنا التوكيل موجود حتى تصير سلاسه العمل والاخوان هنا ما مقصرين وان شاء الله ماكو اي اشكال استاذ العزيز بس اريد اسالك اكو وكاله عادي يعني مواطن دا يسأل يعني. وكالة أصلية عادي تمشي ماكو مشكلة وكالة أصلية أي نعم موجودة يجيب المستمسكات صاحب العلاقة مستنسخة وكالة أصلية تمشي ماكو إشكال إن شاء الله هسه بس المواطن دا يعني مدى يعرف المشكلة دا تطلع الأسماء بقاعة أوسكار دا يجون كلهم في حين لازم الشخص توصل للرسالة أوسكار إدخال استلام وإدخال يدخل يرفع البغداد يجي المواطن يتأكد أنه رايح البغداد معاملته ما بيها نقص إذا داخل رايح البغداد وينطي رقم الكود مو معناتها جاي بودرة بعد وياها فلترة بعد يقاطعون على قاعة العراق احتمال مستلم بغير محافظة بعدين تجي بشكل بودرات بالتسلسل إذا كل وجبة مثلا تجيكم 500 أو أقل أكثر؟ أي 500 600 يعني حسب ألف قلتوا على هالضوء الدزور رسائل؟ أي نعم هاي بودرة موجودة وعلى ضوها احنا ندز رسائل أرقام تليفوناتهم موجودة أنا تكلمت ويا أستاذ علي ويا بقية الأخوة وجهوا تهمة لأبو الحاسبة أنه أكو ياخذون مبالغ هذا مو شيء موجود عندكم؟ لا انت شلون تقدر تساوم المواطن قدام كل الناس يعني ما تقدر شلون حتى يعني نفسيته ضعيفه والما يخاف من الله شلون يقدر يساوم هسه اليوم احنا جينا نشوف بسلاسه والفايلات موجوده والعمل انت قدام كل كاميرا موجوده السلام عليكم قالوا لي اريد ويا الوكاله تأييد مختار للموكل يعني فانا منين اجيب له هو بهالحاله هو قبل ثلاث اشهر اربعه هو طلع منا لان حاول انه على اقامه وهذا صارت صعبه عليه طلع خارج الاقليم فهو مسوي لي وكاله الاخ فرادوا مني يعني هسه بالباب قالوا لي لازم تجيب تأييد مختار لهذا الشخص استاذ هاي تمشي للشغله تسهيل من عندكم يعني دا يقول الا مثلا من المختار في حين هو وكل او رايح يعني هاي المستمسكات مالته يعني موكل او رايح اي عادي يقدر يروح على مجلس محافظه نينوى موجود عندهم مقر باختياري يقدر يجيب تأييد من عندهم سمعت ببابكم هنا يعني هذا الحكي مو يسهلوا لك الامر حتى تجيب تأييد نزوح من مجلس محافظه نينوى تأييد لانه هو نازح من محافظه نينوى تمشي عادي بمكان يعني تجيبه من باختياري من انا من داخل على ضوء هذه اي نعم حتى يسهلوا لك الامر الجماعي ان شاء الله اي ويقدر يروح القانون الحجي يا اخو ما عندي شيء لا والله هسه سوى لي وكاله من بغداد راح للكليه مالته اي حتى يمشي تمشين لا هسه راح يمشي والدته مو لا نعمته ام زوجته هسه ماكو اشكال لا ماكو اشكال لا والله شو والله ما يقصرون والله اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى مثل ما شاهدنا هذا التقرير عن منحه المليون بس اني ايضا ابقى دايخ وحاير يعني اليوم منا من وياي من الفضائيه زميلي قاصين من عنده 250 اذا احنا هاي راحتنا ما بيها فايده اتمنى ان شاء الله من دائره الهجره وانا ان شاء الله السبت او الاحد راح نروح لهم نتمنى ان يشكلون مجالس تحقيقيه لهذا الموضوع لو اخوان الان الاتصالات مفتوحه امامكم ما تبقى من وقتنا حتى نستقبل الاسئله والمقترحات من خلال هذه الشاشة احنا يعني هاي غايتنا اخوان نفتح اتصالاتنا حتى نفتهم
اللي يريد المواطن، مثل ما شاهدتوا الآن أنتوا، احنا نريد نفرح المواطن، نقول له يا أخي جتك المليون، يا أخي جتك الكابونة، يا أخي جتك، بس من تجينا هاي الضربة الصدمة وإحنا مصدومين، إحنا بلا شيء تعبانين. معي أول اتصال، أبو محمد. السلام عليكم أبو محمد، تفضل. ألو، السلام عليكم، مساء الخير إليك وقناتك الرائعة. يبارك بيك أبو محمد، أهلا وسهلا، يا مرحبا بيك، تفضل أبو محمد. إحنا نحييكم ونحيي هذا البرنامج، وخصوصا خصيتوا فيه النازحين. الله يبارك بك، إحنا إن شاء الله دائما قناتنا بخدمتكم وبخدمة كل المواطنين. يا أخي التقرير مالكم كله جميل، بس العكس صحيح. العكس، العكس صحيح. لو سمحت لي بس أتفضل أوضح للناس، لأن أنا رحت وأنا مسجل اسمي من رمضان، من شهر الثامن تقريبا. نعم. واسمي طالع بقاعة أوسكار، وكل ما أروح على الأوسكار قال لي أخي بعد لا تجيني، روح القاعة روناتي استلم منك. فرحت طيب. القاعة روناتي انصدمت، يعني صدمة ما تنوصف حقيقة. اللي شفت التغريد، اللي طلعوا بالتغريد أكثريتهم يغضبون فلوس. أنا عندي أصدقاء وعندي ناس راحت أخذوا منهم على كل نفر 200,000، وبعضهم 250، وأسلاجتهم رسالة. طيب يعني أبو محمد، أبو محمد أنت شاهدت التقرير، شاهدت التقرير، يعني بداية من المدير إلى أبو الحاسبة قال أنا أتمنى، يعني الشخص اللي دا ياخذ تصوير من هو اللي ياخذ؟ يعني هو نفس المدير؟ اسمع يا عزيزي، اصلا هذا الحكي وياك هو ياخذ، وانا عندي صور لهم ورحت عليهم عرضت عليهم فلوس وما قبلوا، خافوا مني، قالوا هذا يجوز يشتغل بقنات ولا كذا، فما قبلوا. بالعكس قبلوا من اصدقائي، قبلوا من اصدقائي على 200 اخذوا منهم. يا اخي هذه اللجنه والله العظيم، اقسم بالله العظيم، فيها من المفسدين ما يكفيها، لا حول ولا قوة، ولا يساعدون. وذول الموظفين بالنسبة اللي نظم السير، يا أخي عاملون الناس معاملة، يعني معاملة جدا سيئة، لا تليق بموظف والمواطن. هذا المواطن التعبان اللي ما عنده حق إيجار، اللي ما عنده، أنا بالنسبة لي صرفت يعني ما روح أو جاي تاكسي، يعني حتى المليون بعد ما أريده خلي أخونا إلهم، بس إحنا نريد نوصل للحقيقة، نريد الناس تفهم، ناس فقراء، ناس عافت بيوتها وتهجرت وتفجرت بيوتها وراحت على مود مليون. هذه هي لجنة الناجحين، هي هاي النزاهة بالعراق يا أخي. والله للأسف وللأسف الشديد إحنا في وطن يعني ربع على الفساد وعلى البوق وعلى التسليب، وللأسف من الحكومة، هي الحكومة ظالمة هذا الشعب، عايشة على دم الشعب. والله أنت شفتوا التغرير مالكم يا أخي، كلها ناس فقراء والله العظيم، يعني ما عدا اي شيء تتامل من هذه الحكومه، تتامل منها تساعدها، تتامل منها شيء خير. والله تعبنا يا اخي، وين نروح يعني؟ ماشي ابو محمد، ماشي، ورطنا احنا عراقيين. الله كريم، انا اشكر اتصالك واشكر هذه المناشده الحقيقه والتوضيح. اني ايضا هاي رسالتك اوجهها على المسؤولين والمعنيين في دائره الهجره، واقول لهم يا اخوان يعني والله عيب ومخزي، يعني احنا نروح بنفسنا وحققنا هذا التقرير. والله اول ما اجيت يعني انا شلون يثبت كلام ابو محمد زميل وياي هنا بالفضائيه اليوم ناطي 250,000 دينار؟ اخي مو عيب؟ زين من يشتكون؟ دا يشتكون على الاعلام، دا يشتكون على الفضائيات وعلى وسائل الاعلام، بعد وين يروحون؟ تحركوا يا اخوان بالدائره الهجره. فانا اطمنكم ان شاء الله احنا نروح عليهم، ويعني اتمنى من الاخوه يجيبوا لي فد شيء توثيقي حتى نعطيهم اياه، وانا مستعد ايضا اعرضه، اي شيء توثيقي اعرضه، مثل ما عرضت هذا التقرير اللي احنا على نيتنا رحنا حتى يشوف المواطن استلام المبالغ، انا اعرضها، ما عندي اي مانع، اقول لهم هذا الفساد وصل لهالدرجه، يصير له على المدير يتكلم ويانا بالنزاهه والاخلاق والشرف، وهم دا ياخذون؟ مو عيب هذا الحكي هذا؟ اليوم احنا مرضى على اساس ما نتصيح ونتكلم. مع اتصال. نعم تفضلوا. الو، تفضل اخي العزيز. شلون استاذ وليد؟ حياك الله. انا قدوني في ثاني سامره. منو العفو؟ خالد قدوري مخلص، نازح لسامره بالتكريت سامره. خالد قدوري، نعم حياك الله اخي خالد، تفضل. شلون استاذ وليد؟ شلون اخبارك؟ الله يبارك بيك. استاذ وليد، انت طالع في وفاة من حكم المليون. نعم. وسلسلة 500 وحتى آخر السنة. شوية تحرك من مكانك، ما الصوت متقطع.
نعم اي والله بس 500 يعني لحد الان انت ما استلمت المليون؟ اي نعم صاير لحد الان استلمت المليون بالوجبه الثالثه 500. طيب لا استاذ لحد الان. طيب ماشي اخي خالد وصلت رسالتك، اشكر اتصالك. انا ايضا هذه الرساله ان شاء الله انقلها مع دائر مع قاعه روناكي، نقول لهم يا اخوان ايضا اكو مهجرين في قضاء سامراء ينتظرون. هي من اجت الاشاره على كل النازحين اللي ما استلموا، يعني تتريث العمليه، كانت متريثه يعني كانت متريثه العمليه وتروجت المعاملات. يعني احنا كنا يوم امس بسليمانية وفي كركوك نفس المشكلة، لحد الان يتكلمون على مسألة المليون. يا اخوان خلي يروجون العالم معاملاتهم، ليش يعني حاصريها يا اخوان؟ الناس محتاجة، الناس تأذت، المهجرين تأذوا يا اخوان، شوية تحركوا عليهم. ليش قاطعيها؟ ليش حاصريها في مبنى المحافظة واكو مسؤول عليها؟ يا اخي هي تابعة دائرة الهجرة، سووا لجنة ومشوا الناس، مشوا هاي المساكين. وايضا في سامراء وفي بقيه الاماكن. مع اتصال. نعم تفضلوا. الو. ايضا عن ما يجينا تجينا اخوان ايضا موضوع. الو. موضوع البطاقه الذكيه، البطاقه الذكيه ايضا نريد نفتهم من دائره الهجره شنو السياقات اللي تريدوها من المواطن. المواطنين دا يسألون الآن عبر الموبايل، عبر اتصالاتهم على البرنامج، يريدون يعرفون ناس دا تحكي بالشرق وناس تحكي بالغرب. المواطن يا أخي يريد يفهم من خلال شاشة السامرة، وإحنا إن شاء الله نفهمهم ونصيغة سواء كانت في الفيسبوك أو سواء في من خلال برامجنا، نريد نعطيهم الصورة الحقيقية للصحيحة طبعا للبطاقة الذكية. وأنا أتمنى إن شاء الله ونعطيهم عهد جمهورنا العزيز انه خلال هذا الاسبوع الحلقه الاحد او حلقه الخميس القادمه راح نعطيهم السياق الصحيح لمساله البطاقه الذكيه، لانه كل مواطن يسوي بطاقه ذكيه، يعمل بطاقه ذكيه يخليها بجيبه حتى من تجي باكر منحه ال 400,000 بدل اجار او 450، فهو الا بهاي البطاقه الذكيه يلا يروح يستلم المبلغ. الناس تفيدها هذه، اللي مأجر، اللي يريد يأجر، اللي يجوز هواية من الناس تطلع من الخيم يجوز يروحون يأجرون ب200 ب300 حتى لو غرفة واحدة. فأتمنى إن شاء الله رسالتنا توصل. معي اتصال. نعم تفضلوا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم أخي؟ شلون صحتك؟ حياك الله. من ويانا؟ وياك أبو عمر. أبو عمر من الدوري من سليمانية. أهلا أهلا أخي العزيز أبو عمر، حياك الله، أشكرك، يا مرحبا. طبعا بداية أول شيء أنا أشكر جميع الكادر قناة سامراء اللي دي يقومون به، اللي قاموا واللي يقومون به من تاريخ يوم 15/6 بداية هجرة النازحين على كل ما فعلتوه بخصوص النازحين. هاي بداية، احنا بخدمتكم ان شاء الله. اثنين، عندي بس موضوع ولو هو خارج موضوع مال المليون، اذا امكن تسمح لي استاذ وليد. نسمح لك، تفضل ابو عمر. احنا ليش طبعا عندنا المعلومات اكو معتقلين اخذوا بتاريخ 6/3 اخذوهم من جلام الدور. نعم. الدوريين هذول شياب ونساء واطفال، ولحد هذه اللحظه يعني بدون معلومات، لا مي، واللي عندهم امراض مزمنه، واللي يعني امورهم يعني حيل يرثى لها، واكو ناس اخذوهم ولحد هذه اللحظه ما اكو عليهم اي خبر. طيب ابو عمر انتم ما اتصلتوا؟ ما عرفتوا شيء عنهم؟ والله نسال ونتصل ونريد، ماكو اي اجابه من قبل اللي يقول ماخذين بالحشد، واللي يقولون ماخذين الجيش، واللي يقول، فاحنا نريد نطالب بانقلابكم الكريمه. يعني وخاصه يعني تعرف انت راسك وشياب كبيره، يعني كبير السن ماهو كبيره ماخذين، يعني عندي انا من ضمن اللي ماخذينهم عمي ضامن، الحاج ضامن، رجال كبير هو وولده، وعمي ستار صالح رجال هم كبير هو وولده، وعمي منعم همين رجال كبير السن وماخذين هو وولده. فيا اخي احنا ما نريد كل شيء، بس نريد نعرف نطمن عليهم، هل يعني موجودين ما موجودين؟ قلنا شنو قناتكم الكريمه،
الاستاذ مريد ولا ناخذ من وقتكم. نعم. نريد نعرف يا اخي ولا زلتم نخافهم على شو التهمه اللي ما بيه. طيب. ما صاروا في لحظه اصلا من الحاج بامن حتى اي شخص كان مو بس شخص حمي بامن، اي شخص كان موجود بالمنطقه اللي هي منطقه الجلام هم ناس يعني مكافحين فلاحين يعني فرح. أنا أبو عمر الحقيقة آسف في المقاطعة. نعم أنا بالبرنامج ذكرت أبو عمر إذا تسمح لي، أنا قبل ما أنت اتصلت ذكرت هذا الموضوع وناشدنا من خلال قناتنا الموقرة أنه يا أخوان أكو ناس ترى اضطرت أن تقعد وأكو عوائل لي حد هذه الساعة. الآن المعارك دا موجودة ودائرة في تكريت، وأكو عوائل مسكينة ما قدرت تطلع بسبب الظروف المالية وبسبب العوز بقت. ولذلك احنا دائما في كل برنامج الناشد يا اخوان قوات الامنيه قوات الحشد الموجودين هناك، يا اخوان ترى اكو عوائل مسكينه ما قدرت تطلع، ديروا بالكم عليها لانه هم لا حول ولا قوه. طبعا ايضا هناك مناشدات اجتني الى البرنامج من اصحاب الشركات، الاخوان ابو عمر الاخوان اللي يعني عندهم هذه القضية يتمنون أو يطالبون بإعادة فتح رصيد من مصرف الرافدين حتى يسحبون مبالغهم. هم عندهم مبالغ شركات عندهم أعمال يتمنون أن تكون هناك فتح مصارف وفروع في الأقليم حتى يتداول العمل ويسحبون فلوسهم ويبدي الشغل يرجع كما كان. فأيضا هذه المناشدة إضافة للمناشدات اللي ناشدناها للأخوة المعتقلين أو الأخوة اللي يخذوهم بالدور، الناشد أيضا فتح هذه المصارف أو الفروع حتى يسن للمواطن أو أصحاب الشركات أن يتعاملون بالسيولة والمبالغ النقدية حتى يرجع الشغل مثل ما كان. يعني هذه الأمور أخوان والله المفروض ما تنحكي حتى في القنوات حتى في الإعلام، لكن احنا ذكر هذه الذكرى تنفع المؤمنين. معي اتصال. نعم تفضلوا. ألو. السلام عليكم. حياك الله. شلونك زاد وليد؟ من ويانا؟ قحطان من قضاء البعاج. منو؟ قحطان من قضاء البعاج. تفضل قحطان. ويا استاذ عمد عندنا صار لي مني رمضان يعني محتاج لها مليار بلوبه. اقول لك قحطان انت مو خابرتنا على القناه، دوخر الزغيره من يمك هسه نسمع بك مال الزغيره، احنا قلوبنا مفطره، دوخرها لي غاد. ايه تفضل. جاري شوي يمي الجال ايه تعيش شهر مسجل على المليون، قال عندي نقص وكملت النقص وصار والله يمكن يعني بحال كثير وقبل فترة رحت وكل ما يصرف يعني فلوس بنفتح الله يعني رايح جاي رايح جاي رايح جاي يعني بمصاريف يا اخي. خلي نجز له رسالة خلي مشهور قحطان قحطان حتى لا وجبة لا محط لاسين لا والله العظيم. انت وين ساكن هسه؟ والله كنت قاعد اسمع على خبرك حتى دقيت على البرنامج مالكم وانا موظف في الطريق رقمك يا شيخ بدك تصرف مره تبع بالي ما حصلتك. حاضر حاضر انا ان شاء الله حاضر. يعني انت يعني استاذ وليد يعني انتم ناس من الدعم حق الناس يعني والله من يعني قناتكم وشوفوا يعني برنامجكم مع الناس والله حتى حبيناكم شيء. أني أشكرك أخ قحطان. أبلي أودي يعني أجي شغل نصفي والله عظيم يعني بلكوا عمالك شغل عامر ما شغل أكو ما رات ماكو والله حتى بني ما استلمنا وأجي مثلا إن تسعة أشهر ما استلمنا والله حتى مساعدك ما تجينا والله عالم ما شيء والله العظيم. إن شاء الله أخوي خير إن شاء الله إن شاء الله إحنا نتابع هذه المواضيع. يعني أسعجني يعني دخلنا رات علاقات وراك وعلى هاي أستار ما غلط يصير خير إن شاء الله يصير خير. أنا حقيقة هذا الموضوع موضوع المبالغ وموضوع أيضا قاعة أوسكار ومشاكلها حقيقة زميل مخرج عند يتصل بالأستاذ سلام الخفاجي وكيل وزير الهجرة الحقيقة نريد نفهم هذا الموضوع، بس إذا ما حصلنا لضيق وقت البرنامج أتمنى بالحلقة الجاية أن نحصله وراح نظل نتابع بهذا الموضوع ونحقق وياه. احنا ما نريد نصير مثل غير برامج نجيب فايلات ونقوم نحقق، لا ما عندنا هذا الشيء، بس احنا على الصحيح الانسان
هم فاين حظوظهم واحنا برنامجنا عن النازحين ونركض وراهم زين. طيب احنا شلون نتابع النازحين وهذا ابسط شيء ما نتابعه؟ لا والله نتابعه. لا والنوب موظف وياي بالفضائيه يجي يقول لي ترى انا اليوم قطعه مني 250، يا عيبة العيبه. يعني احنا رحنا وتعنينا حتى في سبيل انه نطلع الصوره الحلوه للمواطن، نقول لهم اكو استلام، طلعهم هم اللي يلتقون نلتقي بيهم، هم اللي ياخذون. والله من المعيب والمخزي. فأتابعهم إن شاء الله إلى أن نخلي فد صورة حل لهذه المهزلة اللي يقطعون 250 من حلق أطفال ذول المساكين اللي ما عندهم غير رحمة رب العالمين حتى يستلمون هاي المليون. أكو اتصال؟ أنهي المخرج يقول أنهي. طيب إحنا راح ننهي بس نتكلم على أقل من نص دقيقة موضوع البطاقة أخوان اللي حكيناها ورسالة الأخ الطالب بمعهد تقني ورسالة أبو عمر حتى نجملها. هذه كلها مناشدات اليوم ناشدوها عبر شاشة سامراء. يا أخوان المسؤولين الله يحفظكم على هالقضية المعنية، لا تحاولون تغضون النظر عن هاي المسألة. احنا برنامجنا برنامج اجتماعي خدمي يخدم كل الناس، يخدم الطبيب، يخدم المعلم، يخدم المدرس، يخدم يعني كل شريحة الناس، يخدم النازح. بس لا تفشلونا وتخلون برنامجنا يعني بس كلام، نريد فعل يا أخوان. الله يجازيكم بالخير، نريد فعل. بالنهاية تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر حتى ألتقيكم مجددا، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.